معايا عبر الهاتف الآن الأستاذ المحترم خالد درندلي نائب رئيس اتحاد الكرة المصري رئيس بعثة منتخبنا في ليبيريا. يا فندم مساء الخير وألف مليون مبروك الفوز النهارده. أستاذ خالد مساء الخير وألف مليون مبروك الفوز النهارده. مساء النور يا كابتن كريم، ازيك؟ أخبارك إيه؟ ربنا يكرمك. أخبار حضرتك إيه؟ كله بخير؟ النهارده معلش انا مش سامعك كويس، الصوت بيقطع لان احنا في طريقنا للمطار وفي الاوتوبيس، فممكن يبقى الصوت رايح جاي كده. طب انا كده سامعك كويس، وانت الكابتن محمد غرابه مدير منتخب الشرق، قدمت الاستاذ خالد درندلي نائب رئيس اتحاد الكوره، بس انا عرفتك من صوتك دلوقتي يا كابتن محمد. يا الف مليون مبروك مره واخرى النهارده، فرحتونا كلنا يعني. الله يخليك. انا النهارده سمعت روي فيتوريا وكنت حاسس بيك وانا بتفرج على المباراه، فكره النجيل الصناعي دي اللي بتخلص من العالم كله، درجه الحراره، الرطوبه، الظروف الصعبه دي، ورغم كده الحمد لله ربنا كرمنا بالانتصار النهارده. عاده كان في الظروف الصعبه دي بنخسر ونقول عشان الظروف الصعبه، بس احنا تعاملنا مع الظروف الصعبه النهارده. لا الولاد قدل عليهم، احنا داخلين عشان هدف واحد اللي هو المكسب ان شاء الله، لان هتفرق معانا نفسيا في الجولات الثانيه ان شاء الله، الجوله الثالثه والرابعه حتى شهر 6 بكده يعني مع بوركينا فاسو وغينيا. فكان مش عايز اقول لك ان موضوع جيبوتي، ماتش جيبوتي ده دافع برضه للماتش ده في الظروف كمان اللي كانت محيطه بالمباراه، هي ادتنا برضه دافع ان احنا نكسب، فالحمد لله ربنا كرمنا يعني وقدرنا ناخد الست بونت للماتشين دول. طيب كلام دايما انه كابتن محمد جهاز فني منتخب المباراتين سهلين فطبيعي كنا نكسبهم، كنت بتكلم من شويه قبل ما تدخل معايا ان احنا كان مباريات اسهل من كده وكنا لا قدر الله يعني بنخسر فيها، وفي تصفيات كاس العالم برضو. تقول ايه الفكره انه المباراتين كانوا سهلين؟ مفيش مباراه دلوقتي في افريقيا سهله، احنا النهارده في تصفيات كاس العالم الناس كلها يعني بتموت نفسها على القصه دي. تمام، هي احساس المسؤوليه بس اللي عند اللعيبه وعند الجهاز هي اللي بتفرق بقى. احنا هدفنا ان احنا نوصل لكاس العالم، يعني ان شاء الله ربنا هيكرمنا نوصل لكاس العالم. نوصل لكاس العالم ازاي؟ ان احنا نجتهد، ان احنا نشتغل كويس، ان احنا ننفذ تعليمات المدرب، ان روحنا تبقى واحده، يبقى مجموعه واحده، تيم واحد، نعرف نفسه الناس. الحمد لله الاحساس ده عند اللعيبه، هم عايزين يعملوا حاجه، عايزين يكسبوا. الفوز برضو ورا الفوز ورا الفوز ورا الفوز، والاداء اللي انت بتقدمه خلال الفترات اللي فاتت بيحفزك كمان ان انت تكسب الماتش، تكسب المباراه اللي بعديها واللي بعديها واللي بعديها. صح، ان شاء الله باذن الله ربنا. انت شايف طبعا سبع الخيالي، سبع الشباب في اللعيبه في الباص مبسوطين شويه بيغنوا. عظمه جدا. طيب عشان انا عارف ان انت الحاجات دي ما بتعدهاش، وعشان اقول برضو للساده المشاهدين، الاستاذ محمد غرابه مش من المديرين الكره الطيبين، اللي هو مدير الكره اللي بيهتم بكل التفاصيل اللي تخص حق منتخب مصر. بعد ما حدث النهارده في المباراه من اقتحام في للملعب، هل في اي اجراء من جانبنا بخصوص هذا الامر؟ لا، احنا كنا واخدين احتياطاتنا تماما، احنا كنا في قصه التامين، احنا كنا الدنيا كانت واضحه، احنا ما اعتمدناش بس على الشرطه والجيش، ولكن عندنا شركات تامين خاصه تعاقدنا معاها هنا كانوا متواجدين حتى في ارضيه الملعب، وهم نزلوا معانا الملعب. عظيم، وارد جدا في الملاعب في كل حته في العالم يعني ان يحصل لمواقف زي دي. احنا كنا واخدين احتياطاتنا في الموقف ده وكنا متوقعينه، يعني ان كان برضه ليبيريا شعبها منتصم لارسنال وليفربول، فهم طبعا بالنسبه لهم محمد صلاح والنني موجودين في ليبيريا، فدي حاجه كبيره جدا جدا، وكنا متوقعين كده يعني. بعض الناس بعض الناس نشرت انه اللي نزل، خد بالك انه الكاميرا ما قطعتش على اللي نزل الملعب، بعض الناس قالت انه تخطى الامر، انه تجاوز باليد مع محمد صلاح، وبعد كده شفنا صوره ثانيه ان هو كان لابس تيشيرت ليفربول، فما توقعناش انه كان في اي احتكاك. ايه اللي حصل؟ هل كان بس شخص عايز يسلم على محمد صلاح؟ لا
لا لا احنا يعني يمكن انا كنت اول واحد نزلت الملعب برضه احتياطي، عشان لان انا شفت ان يعني كان في زياده في اعداد الجمهور اللي نزلت تمام. وكان معايا التأمين، كان معايا الناس اللي احنا جايبينهم، وكان معايا الشرطه والجيش. ممتاز. كان الامور طبيعيه عادي، ما فيش احتكاك خالص، ما فيش حاجه، ما توصلش الاحتكاك. كلهم كانوا عايزين يسلموا عليه، كانوا عايزين يلمسوا، كانوا عايزين يحضنوه يعني. فدي كان حب يعني، كان مظاهر حب، ما كانش في اي نوع من انواع الاعتداءات يعني. هاي النهارده كنت من شويه بتكلم على محمود تريزيجيه، وازاي ان هو مثل رائع جدا لكل لاعبي منتخب مصر، سواء شارك اساسيا او شارك احتياطيا، دايما مؤثر مع منتخب مصر، ويشارك في 7 اهداف في اخر 7 مباريات سواء بالتسجيل او الصناعه. كلمني شويه عن تريزيجيه كمثل للاعبي منتخب مصر، مثل رائع جدا، نحب ان لعيبه منتخب مصر كلها تبقى زيه. المنتخب كريم من الشخصيات اللي انا بحبها على المستوى الشخصي جدا. انسان مخلص جدا، انسان طيب جدا، انسان متفاني في عمله جدا 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 تمام. شخصيه هاديه، شخصيه سويه. بصراحه الاحتراف فرق في شخصيته كتير تمام. يمكن انت برضو اثرت حاجه في موضوع تريزيجيه، انا مش عايز اثرها في تريزيجيه بس، انا عايز اثرها بالنسبه للمحترفين كلهم. يا ريت ان احنا نبين قصه المحترفين دي يا كابتن كريم للناس كلها. الحياه بتاعتهم مش ورد ومش سهله. انا كنت بضرب المثل بمصطفى محمد اللي هو كان في الزمالك حاجه، وبره دلوقتي بقى حاجه ثانيه. اتغير فكره تماما، اتغير اسلوبه تماما، تعاملاته تماما، اللغه نفسها اللي كلنا دلوقتي بنتكلم فرنساوي بنتكلم انجليزي. الحاجات دي بتفرق جدا مع اللعيبه، وبتبقى مثل بالنسبه للعيبه الصغيره في مصر كلها. نظام الاحتراف نظام واجب على كل يعني على كل لعيب ان هو يحلم بيه. والامثله موجوده كتير. طب احنا ليه ما نوصلش الامثله دي؟ ليه ما نقولش الامثله دي حياتها كانت عامله ازاي؟ شكلها كان عامل ازاي قبل كده، قبل ما تبتدي وبعد ما ابتدت، وايه التطور اللي هو حصل لهم؟ لازم يا جماعه بصراحه كاعلام ان احنا نديهم حقهم، لان هم حتى بيتكلموا معايا ان هم مش واخدين حقهم في الاعلام المصري بالذات. فاهم يعني؟ هم ممكن يكونوا واخدين حقهم بره بس مش واخدين حقهم جوه. لا بس انا ممكن اناقشك في دي كتير، انه كده كده كل اللاعبين العظيمه دي اللي مش واخده حقها، لا هي بتاخد حقها، بس هو يعني هي مشكله حلوه. المشكله الحلوه ايه؟ ان محمد صلاح بقى رافع الاكسبكتيشنز قوي، فخلى الناس تشوف انه مصطفى محمد لما بيبقى هداف نانت ده عادي، رغم انه زمان لما يبقى عندها لعيب محترف في دوري صغير جدا مش دوري فرنسي كان بيبقى اعظم حاجه في الكون. تريزيجيه حلو يعني تمام، بس الناس دي لا واخده حقها وكفايه، ولازم ياخدوا حقهم، ولو هم مش شايفين انه كفايه فالمفروض ياخدوا حقهم اكتر. اتفق معاك بكل تاكيد يعني. بس احساسهم ان هم عايزين ازيد، وعايزين الاعلام برضو يبقى في ظهرهم وداعم ليهم، ده خلي بالك يعني شيء مشروع يعني. اتمنى ان احنا كلنا برضو هم يحسوا الاحساس ان احنا مركزين معاهم، ان زي ما في صلاح وما في مني، زي ما في تريزيجيه ومصطفى محمد، في ناس كتيره جدا بره، ربنا يكرمهم ان شاء الله ونشوفهم في منتخب مصر الاول ويحققوا نتائج كويسه معانا. ده المستقبل المنتخب في الاول وفي الاخر، مستقبل مصر يعني. باذن الله الجيل ده قدامه فرصه تاريخيه انه يبقى واحد من افضل الاجيال، لم يكن افضل اجيال تاريخ كره القدم المصريه، لو ان شاء الله وصلنا لكاس العالم مره اخرى، وباذن الله نكسب كاس الامم الافريقيه اللي جايه. كاس الامم الافريقيه اللي جايه بالنسبه لها، هل حددتوا مباريات وديه؟ هل حطيتوا برنامج؟ خلاص احنا بنتكلم في اقل من شهرين. احنا شغالين عليها الموضوع ده ان شاء الله. خلال الفتره الجايه هيبقى في زياره ميدانيه لكوبيدار خاصه بالاداء او صحه العاج للجهاز الاداري والجهاز الطبي. هنحط يعني هنقف بقى على كل التفاصيل الدقيقه هناك تمام. ان شاء الله باذن الله الكامب بتاعنا الاستضافه في كاس الامم قبل كاس الامم باسبوعين ان شاء الله. هيتخللوا مباراه ومباراتين، لسه الكلام ده برضه بيجي لنا عروض كتيره لسه ما يعني ما حسمناهوش مع المدير مع الكوتش. فان شاء الله خلال الفتره الجايه كده نختمه ان شاء الله باذن الله. باذن الله. استاذ محمد دغراوي مدير منتخب مصر، بارك لنا لكل لعيبه منتخب مصر، سامعين الاحتفالات في اتوبيس اللاعبين ان شاء الله باذن الله، دايما افراح ودايما مبسوطين ودايما ان شاء الله باذن الله في الصداره باذن الله. طبيعي منتخب مصر دايما في الصداره، سواء في تصفيات كاس العالم، تصفيات كاس الامم، طول الوقت بتمر علينا مراحل صعبه، بنزعل كلنا وبنلوم وبننتقد، ولكن احنا الحمد لله في مكانه كويسه دلوقتي.